برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين مع حضراتكم أكيد في تغطيتنا النهاردة وتكريم أبطال النادي الأهلي طبعا بعد ما حققوا موسم استثنائي الموسم الماضي. يمكن طبعا الحفل النهاردة بعنوان الأهلي استثنائي، وبرضه هم حققوا موسم استثنائي الفترة اللي فاتت. ويمكن لو هنتكلم عن فريق كرة القدم ففريق كرة القدم يعني حقق 5 بطولات الموسم اللي فات والعديد من الإنجازات، بس دايما يعني بيكون في جندي مجهول ورا كل الإنجازات دي. وطبعا يعني زي ما حضرتنا كلنا عارفين أكيد الجندي مجهول في الفريق الاول لكره القدم هو واحد يعني رمز الاخلاص للنادي الاهلي، يمكن اكتر من 60 سنه داخل جدران النادي الاهلي. عم حارس طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ببارك لك طبعا النهارده على التكريم. يعني يمكن النهارده مشهد من المشاهد المهمه شفناها النهارده على هامش التكريم، النهارده على هامش الاحتفال هو تكريم عم حارس لاخلاصه طوال السنين اللي فاتت داخل جدران النادي الاهلي. طبعا النهارده بشكر قناه الاهلي طبعا اللي هي بتسجل معايا، ورقم 2 طبعا بشكر الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس مجلس اداره نادي الاهلي طبعا اللي هو بيكرم عم حارس النهارده اللي عمره راح وحياته راحت عشان خاطر نادي الاهلي. ان ده النتيجه اللي الكابتن محمود الخطيب كان المفاجاه كان محضرها لي، لازم يكرمني النهارده وكرمني والحمد لله. وانا بشكر الناس كلها اللي هي شافتني في التكريم، وطبعا بوصل الرساله ديت لاهلي بيتي بقول لهم وبشوفوها على قناه الاهلي. أما حارس طبعا عايز اعرف شعورك بقى النهارردة لما كابتن محمود الخطيب عمل لك مفاجأة وتكريم خاص يعني على هامش الاحتفال او في الاحتفال طبعا النهارردة، احساسك ايه وشعورك ايه طبعا وانت كنت موجود على المسرح مع كابتن محمود الخطيب وبيديك طبعا يعني الدرع ده؟ والله دي حاجه كبيره بالنسبه لعم حارس طبعا، لما هو يطلع تكريم مع كابتن محمود الخطيب حاجه كبيره بالنسبه لي. يعني ما كنتش اللي انا اشوفها ابدا في حياتي اللي انا كنت اطلع يوم الايام تكريم ومع مين؟ مع نجم عالمي كان الكابتن محمود الخطيب نجم مصر والنجم العالمي ورئيس النادي الاهلي في وقت في نفس الوقت، وبيكرم واحد اسمه عم حارس. طبعا عم حارس جزء من الفريق كره القدم، يمكن طبعا شايفين مع النادي الاهلي من سنين يمكن اكتر من 60 سنه عم حارس داخل جدران النادي الاهلي ومع فريق كره القدم. شايف النهارده يا عم حارس ازاي التكريم النهارده وحفل التكريم لجميع ابطال النادي الاهلي، مش بس كان كمان ابطال كره القدم، جميع الالعاب الاخرى؟ لا النهارده انا اول مره اشوف تكريم ان يبقى فيه كره السله وكره الطايره هاندبول كره ميه كومباس تنس طاوله كاراتيه اي لعبه في النادي الاهلي. خد البطوله السنه دي طلعت اتكرمت. قبل كده كان بيعملوا التكريم كره القدم كان بيبقى في فندق بره او في اي مكان بره غير نادي الاهلي التكريم، لكن تكريم النهارده حاجه ثانيه وكبيره وعالميه. يعني يعتبر اول تكريم عالمي في نادي الاهلي ان يكرم جميع العاب بتاعت نادي الاهلي اللي هي حصلت على البطولات، وفي نفس الوقت اللي هي البطولات كلها اللي هي خدتها بطولات اللي هي ممكن توصل رايحين كاس عالم الانديه. يعني هنقول اليد راح يروح كاس عالم الانديه، هنقول الطايره، هنقول مش عارف السله، وهنقول كره القدم. يعني لو 4 فرق او 3 فرق راحوا كاس عالم الانديه ما كانش بيحصل قبل كده، كان بيروح قدم بس بيروح كاس عالم الانديه. لكن مع تطور اللعب في نادي الاهلي وفي البطولات ان النادي الاهلي هيروح 4 فرق كاس عالم الانديه. طبعا عم حارس انت حضرتك متواجد هنا في النادي الاهلي من سنين، وعارف ان النادي الاهلي لما بيفوز ببطوله بتبقى المهمه اصعب واصعب عليه، المسؤوليه بتبقى اكبر ان هو لازم يحافظ على البطل للبطولات دي كلها. ويمكن بنشوف ده لكره القدم، حققنا ما شاء الله 5 بطولات الموسم اللي فات، طبعا 23 بطوله كمان على مستوى الالعاب الثانيه. فطبعا يمكن التكريم ده هيدي حافز وفي نفس الوقت مسؤوليه اكبر واكبر على جميع لاعبي النادي الاهلي. ما هيدي حافز لجميع الالعاب في نادي الاهلي اللي هي تجيب بطولات. طالما النادي الاهلي خد 23 بطوله في نفس السنه لازم ياخد بطولات السنه الجايه، وكل جميع الفرق ان شاء الله هتحقق بطولات لنادي الاهلي. وشكرا. شكرا يا عم حارس، وربنا يديك طول العمر يا رب، ودايما تفضل في وسطنا وبركه فريق كره القدم والجندي مجهول دايما طبعا مع الفريق. شكرا، وانا بشكر قناه الاهلي اللي هي سجلت معايا النهارده، وبشكر برجع اقول بشكر الكابتن محمود الخطيب.
شكرا ليك يا عم حارس، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. ميرسي ميرسي يا عم حارس. كده طبعا كان معانا النهارده واحد يعني من اخلصه للنادي الاهلي بشكل كبير طوال السنين اللي فاتت. طبعا عم حارس واحد يعني من اللي اخلصه كتير للنادي الاهلي، والجندي المجهول بالنسبه ليه الفريق الاول لكره القدم، دايما مع الفريق ودايما بنشوفه قد ايه بيدعم الفريق وقد ايه دايما مع لعيبه النادي الاهلي، وفعلا فعلا جندي المجهول واخلاصه يعني كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو.